نعم، يعني ما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية على معظم أنحاء قطاع غزة، يعني تتركز الآن تحديدا خلال الساعات الماضية في مدينة خان يونس، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على عملية عسكرية برية في قلب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا في منطقة بني سهيلة وعبسان والزنة وخزاعة، منطقة الفخاري ومنطقة البلد. يعني هذه العملية المباغتة لهذه المنطقة ونزوح آلاف المواطنين تحت وابل من القذائف المدفعية والرصاص والقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، أدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 80 شخصا ووصول مئات الإصابات إلى مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس. ما زالت هذه العملية حتى هذه اللحظة، يعني هناك قصف مدفعي مستمر واستهدافات من طائرات الحربية الإسرائيلية للمباني السكنية، وأيضا الطائرات المسيرة التي تطلق النار على المواطنين. هناك مناشدات أيضا لبعض العائلات التي احتجزت في هذه المناطق ولم تستطع إخلاء المنطقة بسبب كثافة النيران من الطيران الحربي الإسرائيلي ومن المدفعية الإسرائيلية. يعني هذه العملية هي للمرة الثالثة تقوم بها قوات الاحتلال في هذه المنطقة تحديدا، وما يعرف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وهي مناطق كثيفة بالسكان خاصة بعد تدمير مدينة خان يونس، يعني خلال الفترة الماضية بعد اجتياح البري لمدينة خان يونس وتدمير تقريبا أكثر من 90% مدينة خان يونس مدمرة بالكامل، سواء المباني أو البنية التحتية. هذه المناطق شهدت في الفترة الأخيرة وجود أعداد كبيرة من العائلات، خاصة وجود نازحين في هذه المنطقة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح. يعني أدى ذلك إلى ارتقاء كما قلنا أكثر من 80 شهيدا حتى هذه اللحظة بسبب كثافة النيران، وما زالت أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات في أزقة وشوارع المناطق الشرقية تحديدا في بني سهيلة وخزاعة والزنة وعبسان ومنطقة جورت اللو ومنطقة جيزان النجار. هذه المناطق هي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. هناك توغل بري لعدد من الآليات في هذه المناطق ووصلت إلى قلب المناطق الشرقية تحديدا ما يعرف بدوار العلم. يعني هذه المناطق هي قريبة من شارع صلاح الدين وهو الشارع الرئيسي الذي يفصل المناطق الشرقية عن وسط البلد. القذائف المدفعية وصلت إلى منطقة البلد في مدينة خان يونس، وهو يعني بذلك يعني يقوم بتشريد آلاف المواطنين من هذه المناطق نعم. باتجاه غرب مدينة خان يونس. يعني حتى المناطق التي ادعى الاحتلال أو طلب المواطنين بالإخلاء إليها خلال الساعات الماضية هي المناطق التي استهدفها خلال الأيام الماضية، ما يعرف بمنطقة غرب خان يونس ومواصي خان يونس. هذه المناطق شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، ومذابح ومجازر في هذه المناطق، نشهد يعني مجزرة البركسات ومجزرة الخيام ومجزرة طيب النازحين. يعني هذه سيد أحمد، المجازر ماذا عن خلال الأيام القطاع القليلة. الصحي؟ نعم، ماذا عن القطاع الصحي؟ يعني يعني بعد أكثر من يعني نحو 290 يوما من الحرب، كيف بات الوضع الصحي ووضع المستشفيات مع يعني توافد الأعداد كبيرة من الجرحى؟ نعم، يعني القطاع الصحي هو قطاع منهار، يعني القطاع الصحي خرج عن الخدمة منذ شهور بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل أنحاء قطاع غزة. نتحدث هنا عن 32 مستشفى تتبع لوزارة الصحة فعليا خرجت عن الخدمة، ما بقي هو مستشفى وحيد وصغير وهو مستشفى شهداء الأقصى الذي يعمل في وسط قطاع غزة، هو المستشفى الوحيد الذي يعمل وتابع لوزارة الصحة. عاد خلال الأيام الماضية مستشفى ناصر وهو في مدينة خان يونس للعمل، لكن لم يعد بكامل كفاءته بسبب أن الاحتلال دمر أجزاء كبيرة من المستشفى، وفعليا جزء من الطواقم الطبية تم اعتقاله خلال العملية العسكرية، وجزء آخر تم استشهاده وقتله بدم بارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا يربك المنظومة الطبية الصحية في قطاع غزة، فضلا عن أن هناك شح كبير في المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المساعدة، خاصة أن ما يصل إلى مستشفيات قطاع غزة نتحدث هنا عن مئات وآلاف الإصابات تصل بشكل شبه لحظي في المستشفيات في قطاع غزة. لذلك أعلنت بالأمس يعني مستشفى ناصر أن عدم قدرتها على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات والشهداء
نظرا لأن الخدمات المقدمة في هذه المستشفى هي خدمات طيب بسيطة. المستشفيات كلها في قطاع غزة نعم خرجت عن الخدمة، فضلا عن نقص الوقود الذي يشغل فعليا المستشفيات وينذر بكارثة إنسانية إذا توقفت فعليا المولدات الكهربائية في هذه المستشفيات. سيد أحمد، يعني كان هناك إعلان عن توقيع اتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح وحماس، كيف كانت ردة الفعل في الشارع الفلسطيني أو كيف تلقى الخبر؟ هناك ترحيب يعني شعبي فلسطيني بهذا الاتفاق، وإن كان ما زال يعني لم يرى النور حتى الآن. ما يريده الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني أن يرى فعليا أدوات ضغط وأدوات عملية على هذا الاتفاق. نتحدث هنا فعليا عن تشكيل حكومة وفاق أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة ما تم الاتفاق عليه. يعني هذه الحكومة يمكن أن تنعش الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة، خاصة أن قطاع غزة الآن منهار بالكامل، كل المؤسسات الرسمية فعليا انهارت وخرجت عن الخدمة. الآن نعم الشعب الفلسطيني بحاجة إلى التوحد، إلى في يعني أكثر من أي وقت مضى. الدم الفلسطيني يجب أن يوحد كافة الفصائل الفلسطينية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة، وهي راية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية نعم ومجابهة ومحاربة الاحتلال، حتى يعني خاصة في ظل مخططات الاحتلال في يعني عدم إقامة الدولة الفلسطينية وقتل وإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره. كل هذه المخططات يجب أن توقف على يد الحكومة الفلسطينية إذا نعم سيد أحمد، صدقت الفصائل وصدقت النوايا الفلسطينية. نعم سيد أحمد من غزة، أحمد حرب صحفي، شكرا جزيلا لك.